عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوجدو طريقة صحية وسهلة للسلمون، وهذا الوصفة يمكن لكم تطيبوها في شهر رمضان المبارك. نبداو على بركة الله. هنا كما تشوفوا غادي نوضعوا 2 كيسان ديال الماء مع كاس ديال الأرز، وغادي نطيبوهم لمدة 20 دقيقة. وطريقة سهلة هذه الطريقة باش كنطيب انا الأرز العادي الستيكي رايس. يمكن لكم تستعملوا كذلك الارز البسماتي، وهذا السلمون كيمشي مع ستيكي رايس احسن. غادي نخليوه 20 دقيقه كما قلت لكم، وغادي نطلعوا عليه ونلقاوه بحال هذا الشكل هذا، يعني طريقه جد سهله. بالنسبه للسلمون غادي ناخذ الحوت السلمون، انا ديجا خرجته من الفريزر عندي وحده هنايا. غادي نقطعها مرصويات متساويين، انا خديتهم مقشر ناضي، نقطعوها مرصويات متساويين على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ الطرفه ديال السلمون وغادي نرشوهم شويه ديال الملح والابزار، وعلى جوج جهات من جوج جهات، وكذلك غادي نعصروا نصف حامضه. وغادي نخليو هذا السمك لمده ساعه في الثلاجه، ومن بعد غادي نخرجوه باش نطيبوه. ومن بعد ساعه خديت المقله اللي ما كتلصقش وحطيتها على نار هادئه حتى سخنات، وغادي نوضع السمك ديالي. كما كتشوفوا انا ما غاديش نحط او نزيد اي دهون ولا زيت، بغيت ان الوصفه ديال اليوم تكون صحيه 100%. وهذه الوصفه كتجي جد رائعه وفي نفس الوقت لذيذه. انا بعدا كيعجبني السلمون وصرته مع الارز ستيكي رايس الارز العادي جاسمن. وغادي نخليو السلمون ديالنا يطيب على جوج جهات. الا كان عندك سلمون رقيق طيبيه كل جهه على 5 دقائق حتى تشوفي داك اللون الليموني كيمشي وكترجع بيض. وانا بالنسبه لي كيعجبني ويل دان، يعني طيب طيبه كامله. وغادي نرافق السلمون بالارز وشويه ديال جرين اونيون. جرين اونيون هي البصله الخضريه والحامض. وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، وشكرا بزاف على المشاهده، وما تبخلوناش بالنصائح ديالكم والتعليقات، وكذلك ما تنساوش تشاركوا في قناه امل كيتشن. ثانك يو سو ماتش فور واتشين اند اي هوب يو جايز لايك ذا فيديو. باي. نخليكم مع الطبق النهائي.